في الفيديو ده انا هتعرف على الفاست تراك، وهبص ازاي اعمل فاست تراك اكاونت. هفتح هنا الويب براوزر، خش على الويب سايت اللي هو bayareafasttrack.org، اروح هنا على getting started how it works. بيقول لي هنا open an account. Open a fast track account by either ordering a toll tag online or registering a toll tag you purchased at a participating location. لو انا already اشتريت الفاست تراك ده من مكان، اقدر ان انا اعمل له registration هنا. بفتح بيقول لي register a toll tag، بحتاج حاجتين، ال toll tag number وال validation code. ده بيبقى شكل الفاست تراك من قدام كده، بيبقى فيه 10 أرقام. ده هنا اللي هو التول تاج نمبر، بحط الأرقام دي هنا، وفي الظهر بتاعه بيبقى فيه الفاليديشن كود. الكود ده بيبقى كاركتر، باخد الـ 8 كاركتر فاليديشن كود ده وحطه هنا، وبعمل create a new fast track account. ايه بيبقى المطلوب مني؟ بيبقى المطلوب مني الايميل ادرس بتاعي وكريدت كارد والفييكل انفورميشن، معلومات العربيه بتاعتي، والستارت ديت، تاريخ البدايه، ده هيبدا من تاريخ كام. طيب لو انا عايز اطلب، انا ما اشتريتش الفاست تراك، انا عايز اطلب واحد اونلاين، هعمل ايه؟ هعمل هنا اوردر اونلاين ناو. شوف هنا order online now، بيقول لي ايه المطلوب؟ مطلوب valid email address و credit card و license plate information. هجيب هنا begin sign up. هنا ال sign up process، انا هبدأ احط المعلومات بتاعتي. ال company name هنا option حسبها، الايميل ادرس بتاعي، والتليفون نمبر. التليفون نمبر هنا لما سلكته هو عايز دايما الداي فون، فاختار هنا الداي فون. هنا yes I'd like to receive text message regarding changes to my account. لو انا عايز اي تغييرات في الاكونت تجيلي بالتكست مسج، حطها هنا. وهنا enroll to receive fast track news. لو انا عايز يجيلي emails about the news بتاعت الفاست تراك هعلم هنا. وهنا بيقول لي SFO parking program. Yes please opt me in. A valid credit card on the file is required to participate. عشان اقدر اركن العربية في SFO اللي هو San Francisco Airport، لازم يبقى عندي credit card on file. How would you like your statement delivered? الستيتمنت تجيلي ازاي؟ هنا انا اختار لو بالايميل كل شهر دي فري، لو هيبعتوها لي بالميل بالبريد quarterly يعني كل 3 شهور هتبقى فري، لكن لو عايزها بالميل monthly شهريا هتبقى في دولار، ولو باي monthly يعني كل اسبوعين دولار، ولو ديسك quarterly الفي بتاعتها $7. فانا هنا اختار اللي هي الايميل مونثلي، لان هي بيجي لي على الايميل وفور فري. بعد كده هنا بيختار مني ان انا اعمل يوزر نيم وباسورد. هختار يوزر نيم، هختار ادي اليوزر نيم بتاعي اللي انا اخترته، وادي باسورد. الباسورد هنا بيقول لي ان هي must be from 8 to 12 characters، ولازم يبقى فيها upper case lower case ونمبر. فنعمل باسورد فيها الكريتيريا دي.
هنا بيقول لي security question. ادي security questions اللي انا ممكن اختار منهم. اختار من اول واحد what city were you born in. وهنا 4 digit pin ده غير الباسورد. البين هنا 4 ارقام. اختار هنا اي 4 ارقام واقول له next. بعد next هنا بلاقي هنا الاكاونت ديتيلز الاسم والعنوان وهنا الايميل ادرس والتليفون نمبر اللي انا اخترته. هنا بيقول لي التول تاجز انت عايز هنا انتيريور ولا اكستيريور. واحنا هنشوف الفرق ما بين الانتيريور والاكستيريور. الانتيريور ده بيتعلق جوه العربيه، الاكستيريور ده بيتعلق على اللايسنس بليت من قدام. معظم الناس بتختار الانتيريور لان هو بيبقى سكيور. عايز واحد او اتنين لان انا ممكن يبقى عندي اكتر من عربيه، فانا ممكن في نفس الاكونت هحط التول تاجز بتاعتي 2 اور 3 على نفس الاكونت. وهنا بيقول لي انا ممكن اكون اشتريت if you already have a tag that you picked up at a retail store you can add it to your account after completing the enrollment process or start over from the register a tag page. لو انا عندي اشتريت already tag قبل كده وانا بفتح الاكونت ده، انا ممكن ان انا اضيف التول تاج ده بعد ما اخلص registration process. هنا هنا your toll tags will be mailed by standard shipping within 2 business days. هيجي لك التول تاج في خلال يومين عمل. البريبايد تول بالانس هو 25 دولار. ده هيبقى فيه 25 دولار بالانس. تول تاج ديبوزيت هو المفروض ان هما بياخدوا 20 دولار بير تاج لو انا حاطه باكتر من 3. يعني انا هنا مثلا طالب واحد، لو انا رحت هنا طلبت 4 او 5 هيبقى هحط security deposit 20 دولار. التوتال اماونت هنا اللي هيشرجني هو 25 دولار. هنا بيطلب مني معلومات العربية بتاعتي، فايه اللايسنس بليت نمبر بتاعي. هحط هنا اللايسنس بليت نمبر وهو كاليفورنيا. الميك هنا ده optional بس انا هحطه زي مثلا هو عربية تويوتا اختارها. الموديل ده optional برضو بس انا ممكن احطه. year ده optional بس انا برضو هحطه. effective start date هختار هنا today او ممكن اختار تاريخ قبل كده. يعني النهاردة التاريخ بتاعنا 9 مايو 2015، انا ممكن اخليه يبدأ 5 مايو، لكن ما يبدأش حاجة في المستقبل، يا اما تاريخ النهاردة يا اما بتاريخ فات. start time بيبدأ من الساعة كام، فانا هقول له مثلا 10 الصبح. ال end date ده امتى التول تاج ده ينتهي، هو هنا optional. انا طبعا مش هحطه هسيبه هنا فاضي لان انا عايزه يفضل معايا على طول. لو انا عايز ازود عربية، عندي عربية تانية عايز ازودها، بختار الoptional ده وبلاقي برضو اهي نفس الحاجات اللي مطلوبة مني في العربية الاولانية، هي نفس الحاجات اللي مطلوبة مني، واقدر ازود على قد عدد العربيات الموجود عندي. هنا بالنسبة للتاريخ هنا بيقول لي ايه you have the option to backdate the effective start date up to 90 days before today's date. يعني انا ممكن احط الافكتيف داي يبقى من 3 شهور فاتوا. But will be accepting liability for any tolls incurred during this time period. وأنا هبقى مسؤول عن دفع التولز اللي حصل خلال الثلاث شهور اللي فاتوا. And هنا you agree that you are responsible for payment of tolls for these vehicles that occur after the effective date. أنا هبقى مسؤول عن دفع التولز بداية من الإفكتيف ديت اللي هو تاريخ السريان اللي أنا اخترته هنا. هنا بيقول لي add a payment method، حط الكريدت كارد بتاعك، ادفع بالكريدت كارد بتاعك. الكارد هولدر نيم حط هنا الفيرست نيم واللاست نيم. انا هدفع بفيزا، حط هنا الكارد نمبر.
الـ expiration date الـ security code اللي هو الثلاث أرقام اللي ورا والـ billing address اللي هو العنوان بتاع الـ billing بتاع الـ credit card ده. ده محطوط قدامي وهقول له هنا next confirmation. دي هنا الـ confirmation page بتاعتي، أراجع المعلومات إن هي مظبوطة، account details الاسم والعنوان الايميل والتليفون. هنا التول تاجز، انا هنا طلبت قد ايه انتيريور، ولو كنت طلبت اكستيريور هيبقى مكتوب هنا. الفييكلز، انا عملت ريجستريشن لعربيه واحده، وادي اللايسنس بليت، وادي العربيه الميك والموديل والير. البيمنت، انا دافع بإيه؟ أنا هنا دافع بكارت فيزا، هي آخر أربع أرقام والإكسبيريشن ديت. هدفع هنا $25 prepaid، دول $25 دول أنا هدفعهم، ده هيبقى البالانس بتاعي. $25 دول أقدر أستخدمهم في إن أنا أعدي بيهم التول، ومش واخدين مني ديبوزيت زيرو، والتوتال أماونت أنا هدفعها $25. هنا هقول I agree وهدوس هنا complete order.